أنا أرى الطريق لذوي الهمم ونفس على البوكر الكاتب الهولندي بروبن في ضيافة صباح جديد. بهدف التوعية بأهميتها، العالم يحتفي باليوم الدولي لخصوصية البيانات. والطريق للقب الثامن حلم المنتخب المصري ليلى أمام فهود الكونغو في كأس الأمم الأفريقية. محملة بالأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة، سماء لبنان تستقبل العاصفة دانيال. ويبتدي يوم جديد، شمسه تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. قلنا صباح وعلى الله تبقى دنيا ريتها، دلهم شكله جميل يا ما شاء الله، حتى تحكى ريتها على طريقنا ومش في بالنا، فطرنا مشرقنا شينا، وده من ده اللي ضايقنا ولا يعكر مزاجنا. لا انسى انسى انسى، صباح جديد. نتمنى أنه يحمل لكم مشاهدينا كل الخير والسلام والأمل. حلقة جديدة من صباح جديد دائما على شاشتنا، شاشة القاهرة الأخبارية. مواضيعنا ملفاتنا كثيرة ما بين التكنولوجيا، رياضة والثقافة، ولكن خلونا نبدأ مع زميلتي آية اللي حتعرفنا على حالة الطقس اليوم. صباح الخير آية. صباح الخير يا شيرين، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. وهنبدأ فقرتنا الجوية نتعرف فيها على درجات الحرارة في بعض العواصم والبلدان العربية والعالمية، وكمان هنتابع أبرز الظواهر المناخية اللي بدأت تجتاح العالم في الفترة الأخيرة. هنبدأ فقرتنا الجوية مشاهدينا بدرجات الحرارة في العواصم والبلدان العربية. هنبدأها معكم من العاصمة القاهرة، واللي تشهد انخفاض وطقس بارد نسبيا، وتصل فيها درجات الحرارة العظمى إلى 18 درجة والصغرى 11. أما الرياض بتصل فيها درجات الحرارة العظمى 21 والصغرى 13. نذهب بعدها إلى أبوظبي اللي بتشهد طقس مستقر نسبيا، وتصل فيها درجات الحرارة العظمى إلى 24 والصغرى 20. أما عن تونس بتصل فيها أيضا العظمى 18 والصغرى 9. والرباط نصل فيها أخيرا لدرجات الحرارة العظمى 22 والصغرى 7. نذهب بعدها إلى دول العالم، ونبدأها من لندن واللي بتشهد أيضا درجات الحرارة العظمى فيها 11 درجة وبتصل فيها الصغرى 4 درجات. أما في باريس فتكون درجات الحرارة العظمى أيضا 10 درجات والصغرى 1. وموسكو بتسجل أيضا طقس شديد البرودة وبتصل فيها درجات الحرارة العظمى إلى 5 درجات تحت الصفر والصغرى 10 درجات تحت الصفر. نصل معكم أيضا لواشنطن والعظمى 9 درجات والصغرى أيضا 5 درجات. وبنصل أخيرا إلى العاصمة بكين وبتسجل فيها درجات الحرارة العظمى 6 درجات والصغرى 7 درجات تحت الصفر. نذهب بعدها لمتابعة أبرز الظواهر المناخية اللي بدأت تجتاح العالم في الفترات الأخيرة، وبنذهب بالتحديد للبنان اللي بتستقبل عاصفة مدارية ثلجية هي العاصفة دانييلا، واللي بتأتي تحديدا من البحر الأسود. هتؤدي هذه العاصفة إلى تساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة، ولن تتوقف، ومن المرجح أن هي لن تتوقف هذه العاصفة عند لبنان، ولكن هتنتقل لدول مجاورة زي مصر والأردن وفلسطين والسعودية. وبهذا العرض بتنتهي فقرتنا الجوية في صباح جديد. We'll be right back.
فقرات صباح جديد مكملة وإلى جولة جديدة بعالم الصحافة اللي فيها نتعرف على أبرز ما تناولته الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية. تعرض مقرات الأونروا في غزة لقصف متواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن وزارة الخارجية الفلسطينية التحريض الإسرائيلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا مبيت لتصفية قضية اللاجئين وشطبها. وأدانت الوزارة ما وصفته بأنه حملة تحريض ممنهجة من جانب إسرائيل ضد الأونروا. من صحيفة الشرق الأوسط نروح لصحيفة The Guardian البريطانية، واللي قالت أنه من المقرر أن تواجه تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة موظفي وزارة الداخلية البريطانية بعد أن تبين أن هي بالفعل احتفظت بسرية سياسة اللجوء إلى التي وصفتها الصحيفة بأنها مروعة. المحكمة العليا البريطانية قالت أن وزارة الداخلية اتبعت سياسة سرية أثرت على حقوق اللجوء لما لا يقل عن 1500 شخص تبين أن هم ضحايا حقيقيون للاتجار والعبودية الحديثة. يبدو أن خصوصية بيانات مستخدمي الإنترنت في أمريكا تتعرض للاختراق في الوكالات الرسمية، إذ قالت صحيفة نيويورك تايمز أنها حصلت على رسالة غير سرية وجهتها وكالة الأمن القومي الأمريكية لأحد أعضاء مجلس الشيوخ، تقول فيها أنها تقوم بشراء سجلات معينة تتعلق بأنشطة الإنترنت المحلية للأمريكيين من وسطاء البيانات التجاريين. وقالت أيضا الصحيفة أن هذا الكشف هو أحدث كشف يسلط الضوء على المنطقة الرمادية القانونية التي يشتري فيها وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون في بعض الأحيان بيانات محلية يحتمل أن تكون حساسة للعديد من مستخدمي الإنترنت في أمريكا دون إذن قضائي مسبق. الخبر ده بيأتي في اليوم اللي بيحتفي فيه العالم باليوم العالمي لخصوصية البيانات الشخصية، وهي مناسبة مهمة هدفها التوعية بأهمية تلك البيانات وكمان ضرورة الحفاظ عليها. لشرح أوسع عن خصوصية البيانات وأهمية الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية على الإنترنت ينضم إلنا من كاليفورنيا دكتور عمرو عوض الله خبير تكنولوجيا المعلومات. صباح الخير دكتور عمرو. يعني أكيد اللي يعمل يوم عالمي أو يوم دولي لخصوصية البيانات على الإنترنت يبقى هي أكيد لها خطورة، لماذا يتم تخصيص يوم عالمي للاحتفاء بها والتوعية بأهميته؟
تمام. الأول صباح الخير ليكي. أنا لسه أهلا امبارح وسهلا. بالليل عندنا 11 اليوم اللي قبله، فلسه ما جاش عندنا اليوم. بس طبعا مهم جدا نبقى كلنا عندنا الوعي بأهمية البيانات الشخصية، لأن لو أي حد خد أحد البيانات بتاعتنا زي عنواننا أو اسمنا أو تاريخ ميلادنا ممكن يعمل بيها احتلال، يروح البنك ويعمل مثلا قرض على إنه هو إحنا، واحنا اللي ندبس القرض بعد كده، او يسحب فلوس او يبيع حاجه باسمنا. فعشان كده دايما بيبقى مهم جدا ان احنا عارفين البيانات بتاعتنا هتستخدم ازاي. وفي 6 عوامل رئيسيه لازم تبقى موجوده، واي شركه متعامل معاها عندها المعلومات بتاعتنا لازم يبقى تدينا الحقوق دي. اول حق ان احنا يبقى عارفين البيانات بتاعتنا هتستخدم في ايه، وان احنا ممكن نطلب في اي وقت انها تتشال من عندهم في السيستم بتاعنا. تاني حاجة إن هم محافظين على البيانات بتاعتنا بحيث محدش يقدر ياخدها منها منهم أو يسرقها منهم. تالت حاجة ما فيش شفافية، لازم يقولوا لنا هم بيستعملوا المعلومات دي في إيه. يعني أنا لو بستخدم الفيسبوك أنا بحط المعلومات بتاعتي عشان مثلا ماما تشوف أنا بعمل إيه، ماما في مصر وأنا هنا في أمريكا، فتبقى ماما بتشوف إيه. ما تروحش بقى تستخدم المعلومات بتاعتي في حاجة تانية أنت ما قلتليش إنك هتستخدمها فيها. فالشفافية مهمة جدا. والموافقة، لازم أنا موافق إن أنا هستخدم الفيسبوك، الفيسبوك ده ببلاش، أنا مش بدفع فلوس. ماشي أوكي، هيستخدموا جزء من البيانات بتاعتي للإعلانات، ماشي أنا موافق طالما أنت مش خليني أدفع، بس ما تروحش بقى تستخدمها في حاجة تانية غير الإعلانات مثلا، ما تستخدمهاش في الانتخابات، أو تستخدمها في حاجة أنا مش موافق عليها. نمرة 5، إن أنا لو لقيت حاجة في المعلومات بتاعتي غلط، لازم يبقى ليا الحق إن أنا أخش على السيستم بتاع فيسبوك أو جوجل أو أي حد عنده المعلومات بتاعتي وأصلحها، بحيث المعلومة الغلط ما تبقاش موجودة عني. يعني مثلا حد يكذب ويقول عني حاجة مثلا على الميتا، من حقي أروح أصلحها أقول لا ده مش صح الكلام ده ما اتقالش فعلا الكلام ده مش صحيح. بعدين آخر حاجة إن هو لازم يبقى ليا القدرة إن أنا أقول للشركة دي أنت من حقك تخلي المعلومات بس لمدة سنة أو لمدة سنتين، لو أنا بطلت أستخدمك كمستهلك لازم المعلومات بتاعتي تشاهد من عندكم. فهي دي 6 العوامل الرئيسية للتحكم في البيانات بتاعتي. طيب بالنسبة يا دكتور عمرو، ده احنا اتكلمنا ازاي ممكن الأفراد يتفاعلوا مع فكرة خصوصية البيانات، ولكن ماذا عن المؤسسات الكبرى؟ ازاي يعني بتتعامل مع خصوصية البيانات في هذا اليوم العالمي؟ ما هي بقى الحكومات كلها حوالين العالم حطوا عقوبات جامده على المؤسسات الكبرى زي بنك كبير او زي شركه جوجل او شركه ميتا او مستشفى كبيره مثلا في الحي بتاعنا او الى ذلك. معظم الحكومات حط عليهم شروط ان هم لازم يعملوا الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. يعني لازم في الكمبيوتر سيستم بتاعهم عاملين سكيورتي وامان كويس بحيث المعلومات ما بتتسرقش. في الكمبيوتر سيستم بتاعهم لازم عاملين حاجات بتوري لو انا عايز اشوف المعلومات اللي عليا ايه اللي هم شايلينها عندهم اقدر اشوفها، اللي هي شفافيه وبيستخدموها في ايه. فلازم كل الشركات يبقى عليها مفروض عليها ان هي لازم تعمل حاجات، ولو ما عملوهاش بيبقى لهم غرامات ماليه عاليه جدا. فلازم الحكومات تحط العقوبات دي، لان الشركات هم عايزين يستخدموا المعلومات باي طريقه عشان يعملوا فلوس اكتر. يعني هدفهم الرئيسي ان هم يعملوا فلوس، مش هدفهم ان هم يخلوا الناس سعيده ومعلوماتها كلها تستخدم في الحاجات اللي هم موافقين عليها فقط. يعني فعشان كده لازم القوانين الحكومات يبقى فيها عقوبات للشركات دي، وعن طريق العقوبات دي الشركات دي بقى بتاخد بالها ان هي فعلا تحافظ على البيانات كويس. نعم دكتور، حضرتك ذكرت انه المستخدم العادي للفيسبوك ممكن انه يتعرض لسرقه المعلومات، كيف يعرف انه معلوماته استخدمت مثلا بالانتخابات او اي مسائل اخرى بغير حق، وكيف يمكن ان يحصل حقوقه؟ اول حاجه ده انا دايما بقول لاي حد بيستخدم اي حاجه زي فيسبوك او حتى البنك بتاعنا او مثلا المستشفى اللي احنا متعالج بيها، لو عندنا ابلكيشن بنخش بيها اونلاين لازم في الابلكيشن بتاعتنا دايما نعمل حاجتين. اول حاجه ان احنا نتاكد ان ازاي انا بخش على الابلكيشن، ما احطش الباسورد وبس. في ناس بتحط الباسورد بس، الباسورد سهل قوي ان حد يخمنها، الكمبيوتر النهارده ممكن تكسر الباسورد بسهوله جدا. فلازم نحط الباسورد، نعمل حاجه ثانيه اللي هي اسمها الوان تايم باسورد، ان هو بيبعت لنا كود على التليفون بتاعي وانا فعلا تليفون في ايدي ومحدش بيجي لي الكود ده غيري، وادخل الكود ده فصعب على هاكر من بره يخش عشان هو معوش التليفون بتاعي فمش هيعرف يخش بسهوله. يعني فدي بتحل مشاكل كتير جدا. لو مش عاملين حكايه الباس كود الزياده دون اتاكدوا على طول، لازم في الحاجات المهمه البنك المستشفى او حاجه زي ميتا او جوجل فيها معلومات كتير عننا لازم عاملين الحكايه دي
ومش الباسورد بس، دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، معظم الشركات الكبيره زي جوجل وفيسبوك بيبقى عندهم جزء من الاب بتاعتهم حاجه اسمها البرايفسي كنترولز. البرايفسي كنترولز دي اللي هي انا اقدر اخش واحدد البيانات بتاعتي وتستخدم في ايه، وايه اللي ممكن يبقى ظاهر للناس وايه اللي مش ظاهر للناس. يعني مثلا انا اشجع الناس ما تحطش تاريخ ميلادها، لان يعني تاريخ ميلادها دي من الحاجات اللي ممكن استعملها لو انا هفتح حساب البنك بنفس اسمك واطلع كان انا انت يعني. فتاريخ الميلاد مثلا نحط السنه والشهر بس، ما نحطش السنه، سوري، نحط اليوم والشهر بس، ما نحطش السنه لو فعلا نفسكم تحطوا تاريخ ميلادكم قوي يعني. بس انا ريكومند ما تحطوش تاريخ الميلاد مثلا. فلازم لو دخلتوا على المكان بتاع البرايفسي كنترول بتاع فيسبوك او بتاع ميتا وبتاع جوجل، ممكن بتقول لا انا مش عايز تاريخ ميلادي يبقى ظاهر، او لا مش عايز. يعني بالحقيقه دي معلومه مهمه جدا، بما انه يعني البيانات وسرقتها بقى موضوع خطر وحساس. نشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التحذيرات والمعلومات، خبير امن تكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو عوض الله، كنت معنا من كاليفورنيا. هنروح دلوقتي لوكالة الأنباء العراقية لنقلت تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني، والأكد فيها رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات شاملة مع الدول الأعضاء في التحالف الدولي، وده كان في إطار انطلاق أعمال اللجنة العسكرية العليا المشتركة ما بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، واللي كان هدفها مراجعة مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش بعد انتصار العراق على أعتى المجاميع الإرهابية في العالم، وده كان بحسب بيان رئاسة الوزراء. هنتعرف على تفاصيل هذا الخبر وغيره من أخبار الصحف العراقية. بتنضم إلينا من بغداد مراسلتنا هبة التميمي. صباح الخير يا هبة، وصباح جديد عليكي. ويمكن أنا كلمت عن الخبر المتعلق برئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني، والأكد فيها على رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات شاملة مع الدول الأعضاء في التحالف الدولي. إيه أبرز نتائج هذا الاجتماع بشأن الانسحاب أيضا من العراق خلال الفترة القادمة هبة؟ نعم، بالبداية صباح الخير عليك يا آية، وصباح الخير على كل مشاهدي قاهرة الأخبار. يوم ننسى أكيد زميلتنا شيرين، نقول لها صباح الخير وعلى كل كادر القاهرة الأخبارية في يوم جديد. بصراحة كان النتائج يعني بعد الجولة الأولى من بدء المباحثات بين يعني العراق والولايات المتحدة الأمريكية، كانت نتائجه تنعكس حتى ليس فقط على القوى السياسية وإنما حتى على الشارع العراقي. بعد الحوار الأخير والجولة الأولى من هذا الحوار، كان هنالك بيان لرئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بخصوص ترتيب يعني جدول زمني بين انسحاب التحالف الدولي، وهو يعني انخفاض التدريجي من القوات الموجودة في التحالف الدولي في جميع المحافظات، وليس في فقط في العاصمة بغداد، وإنما حتى تكون التحالف الدولي في علاقة ثنائية، علاقة شاملة على جميع الأصعدة، وتشمل علاقات ليست فقط أمنية ولا عسكرية ولا فقط أنه تدريبية ومشاورة، وإنما حتى علاقة اقتصادية بين العراق والتحالف الدولي. بعد هذا البيان الأخير، هنالك يعني مجمل من القرارات التي وجهتها الحكومة العراقية بعد الاجتماع الأخير في العمليات المشتركة التي ضم عسكريون كبار ومسؤولين في الحكومة العراقية وفي السلطات في الولايات المتحدة. يعني كانت مجمل هذه الأمور بشأن كيفية تكون هنالك علاقات ثنائية ما بعد يعني انسحاب التحالف الدولي، وليس هو الانسحاب بشكل نهائي، إنما هنا موجودين في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية، حيث أن هنالك مستشارين ومستشارين مهتمين بالتدريب والمشاورة وأيضا تعزيز من الأسلحة العراقية بخصوص يعني الأسلحة الموجودة في العراق، كون أنه كثير من هذه الولايات المتحدة الأمريكية. فيعني جدول
والحوار كانت نتائجه جيدة جدا بالنسبة للعراق وخصوصا لأعضاء التحالف الدولي وهم ليست فقط يعني ليست طبعا هبة وإلى جانب هذه التصريحات يعني الموجودين في والإعلانات بس على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. أيوة هبة، أعلن رئيس وزراء العراقي عن برنامج سفراء الشباب، لو تطلعين على تفاصيله وأبرز ملامحه. كانت هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني كان فيما في الأيام السابقة خصوصا في نهاية سنة 2023 كان هذا المجلس في اليوم العالمي للشباب حيث كان مؤتمر حوار للشباب نتج عنه مجلس الأعلى للشباب الذي كان يترأسه مثل ما أسست رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني وسبعة من الوزراء والمستشارين في شؤون الشباب، فلذلك نتج عن هذه الأمور الكثير من الحوارات بخصوص الشباب وتنمية الشباب في جميع المجالات وخصوصا في القطاع الخاص. فكان يوم أمس يعني مجلس أعلى للشباب وترأسه كثير من الشباب الموجودين والحاضرين، وكانت منصة أطلقت في وقت سابق منصة سميت السفراء الشباب وهم الذين يترأسون هذا الاجتماع وينطلقون في أفكار جيدة. وأيضا هذه المنصة شكلت على يعني منصتين، المنصة الأولى هي لمراقبة شبهات الفساد ولمراقبة الشباب وهي تكون عين الشباب، هذه المنصة الأولى، وأما المنصة الثانية هي لأفكار ولأفكار الشباب والموهوبين من الشباب. كانت في نهاية هذا الاجتماع وفي الذي ترأسه رئيس الوزراء انطلق في الكثير من الأمور هو لاختيار والعد والفرز من الشباب، أكثر من 48 لجنة تضمنتهم 150 شاب متقدم إلى هذا المجلس لاختيار سفراء شباب كفؤين ولهم مواهب كثيرة ومتعددة تهم المجتمع العراقي وخصوصا المجتمع الشباب الذي دائما يصر محمد الشياع السوداني لتنمية هذه الشباب وتطور الشباب في عدة مجالات وخصوصا في القطاع الخاص. طبعا يعني هبة الشباب هو يعني مستقبل الوطن الشباب. ودائما نشكرك على موافاتنا بكل تفاصيل ما يخص العراق. هبة التميمي زميلتنا ومراسلتنا كنت معنا من بغداد. نروح لعيون الملايين اللي بدأت تتجه لكوت ديفوار ومباراة دور 16 من كأس الأمم الأفريقية واللي كانت طبعا مليئة بالإثارة في نسخة استثنائية شهدت مفاجآت وظهور لاعبين جدد بيسعوا لنيل لقب الأميرة الأفريقية. سعيا لمواصلة المشوار نحو الحصول والفوز بلقب الأميرة الإفريقية يخوض منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي فيتوريا مواجهة ليست سهلة أمام نظيره الكونغو الديمقراطية في إطار مباريات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة في كوت ديفوار. بيتطلع طبعا منتخب مصر لتحقيق الانتصار الليلة وتخطي عقبة الكونغو والوصول الدور ربع النهائي وملاقات الفائز من غينيا الاستوائية وغينيا وفقا لما أسفرت عنه قرعة الأدوار الإقصائية. سعياً لتعويض العروض الضعيفة في مباريات دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية يلاقي المنتخب المصري منتخب الكونغو الديمقراطية في دور 16 على ملعب لورنت بوكو، ورغم أنه كان من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب قبل انطلاق البطولة لكن أداء الفراعنة في دور المجموعات لم يرتقي للتطلعات وجذب انتقادات شديدة
بعدما تأهل بشق الأنفس لدور 16. ولم تكن بداية البطل التاريخي للكان التي توج بها 7 مرات موفقة في النسخة المقامة بكوت ديفوار، حيث استهل مبارياته في البطولة بالتعادل مع منتخبات موزمبيق وغانا وكاب فيردي بذات النتيجة 2-2 ليحصد 3 نقاط، وحالفه الحظ بصعوده في المركز الثاني. وبسبب الأداء الباهت وعدم القدرة على تحقيق أي انتصار في دور المجموعات، واجه البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر انتقادات عديدة لمستوى الفراعنة في الدور الأول، لكنه يأمل في كسر عقدة هذا الجيل الذي خسر المباراة النهائية مرتين في عامي 2017 و2021. في المقابل لن تكون مهمة الفريق سهلة على الإطلاق، خصوصاً أنه سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية الذي سبق أن فاز باللقب مرتين في عامي 1968 و1974. ولا يختلف حال المنتخب الكونغولي كثيراً عن حال المنتخب المصري، حيث تأهل لهذا الدور هو الآخر بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة 6، حيث حصد 3 نقاط فقط جمعها من التعادل مع زامبيا والمغرب بنتيجة 1-1 والتعادل أمام تنزانيا سلبياً. لنعرف أكثر ونتحدث عن مباراة المنتخب المصري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، ينضم إلنا من استوديو القاهرة الناقد الرياضي الدكتور عثمان إبراهيم. صباح الخير دكتور عثمان. يعني المنتخب المصري، يعني هل فعلا مباراته اليوم صعبة خاصة مع غياب محمد صلاح والشناوي واحتمالية كبيرة لغياب مرموش؟ صباح الخير عليكم جميعا وكل المشاهدين. طبعا اكيد كل المباريات في الادوار الاقصائيه مباريات صعبه جدا، اي مواجهه تحمل خروج مغلوب وصعود الفائز فقط اكيد مباراه هتكون في غايه الصعوبه، لان اي خطا في المباراه دي لا تحتمل وقوع في اي اخطاء او ارتكاب اي اخطاء، لان الخطا بيكون ثمنه غالي. يمكن في دور المجموعات بيكون في فرصه للتعويض في بعض المباريات الاخرى، لكن في دور خروج المغلوب زي دور 16 اللي بدا بالامس اكيد اي خطا بيؤدي الى خروج الفريق مره واحده وعدم وجود فرصه للتعويض. منتخب مصر عنده بعض المشكلات خاصه بعد الاصابات اللي احنا تعودنا عليها بكل اسف في كاس افريقيا، يمكن النسخه السابقه قبل عامين من الان منتخب مصر برضو تعرض لسلسله غريبه من الاصابات اللي كانت بتحصل بشكل متواصل على مدار البطوله، واصابات صعبه جدا جدا. واضح ان مسلسل الاصابات مستمر معانا في النسخه الحاليه. طبعا بدات بمحمد صلاح طبعا بالاصابه في العضله الخلفيه، بعدها مباشره اصابه قويه لمحمد الشناوي بمشكله في الكتف ويحتاج لتدخل جراحي كمان عشان ينتهي، مش بس تنتهي البطوله، ربما انتهى الموسم كله لمحمد الشناوي، يمكن لا يلحق ببعض المباريات في نهايه الموسم مع النادي الاهلي حتى على المستوى المحلي والقاري. كمان امام عاشور اصيب بارتجاج في المخ في احد تدريبات منتخب مصر وهيكون غايب عن مباراه الليله بسبب طبعا بروتوكولات العلاج الخاصه باللاعبين اللي بيتعرضوا لارتجاج في المخ، وكان اخر حد طبعا عمر مرموش اللي جات له نزله برد. لكن الكلام الوارد من كوت ديفوار ان مرموش ان شاء الله نزله البرد هتكون خفيفه ومش هتاثر على مشاركته، فاكيد 4 عناصر اساسيه منهم 3 اصبح من المؤكد غيابهم تماما عن لقاء الكونغو الديمقراطيه، اكيد بيأثر وبشكل سلبي، بيأثر على المدرب، بيأثر على اللاعبين، بيأثر على شكل الفريق ككل، ان دول لاعبين اساسيين في 3 خطوط مختلفه، الشناوي في حراسه المرمى، امام عاشور في خط الوسط، ومحمد صلاح طبعا الجناح الهجومي الجناح الايمن. اعتقد هيأثر تأثير كبير، ولكن ان شاء الله رجاله منتخب مصر وباقي القائمه قادرين ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه والفوز على الكونغو الديمقراطيه واستكمال المشوار في البطوله، خاصه ان اللقب الثامن يعني زي بيقولوا بلغه الكوره معصلج شويه معانا، مرتين بنوصل للنهائي في 2017 و2021 لكن لا نوفق، مره امام الكاميرون ومره امام السنغال، ان شاء الله المره دي نكمل مشوارنا ونوصل للنهائي ونحقق اللقب الثامن ان شاء الله باذن الله. لو تحدثنا ايضا عن اكبر المشاكل اللي بتواجه المنتخب المصري في دور المجموعات هي الناحيه الدفاعيه واستقبال الفريق تقريبا 6 اهداف في المباريات الثلاثه اللي فاتت، كيف يتغلب بالفعل البرتغالي فيتوريا على هذه الازمه في داخل المنتخب في صفوف خلينا نتكلم ان في نقطه ايجابيه ونقطه سلبيه. يعني منتخب مصر طبعا 3 مباريات انتهوا بتعادل بنفس النتيجه 2-2 في 3 لقاءات،
منتخب مصر زي ما حضرتك ذكرتي يعني تلقى شباكه 6 أهداف، وطبعا يعني هو رقم كبير جدا جدا، 6 أهداف من معدل هدفين في كل مباراة رقم كبير، لكن على الصعيد الإيجابي احنا سجلنا 6 أهداف، وده برضو رقم إيجابي ان المنتخب يسجل في كل مباراة هدفين وبيضيع على فكرة فرص كتيرة. عايز اقول لكم ان منتخب مصر اكتر فريق صنع فرص وهجمات في دور المجموعات، وده حاجة مميزة جدا جدا، لكن معدل تحويل الفرص لأهداف في بعض المشكلات، لكن طبعا المشكلة الأكبر هي المشكلة الدفاعية، وان نتلقى 6 أهداف في 3 مباريات ده رقم كبير جدا جدا. والمناسبه سيباستيان دي صبري مدير الفني للكره الديمقراطيه يعني ذكر هذه النقطه وقال ان احنا منتخب مصر عنده بعض نقاط الضعف هنلعب عليها، وبكل تاكيد هو يقصد المشاكل الدفاعيه واستقبال 6 أهداف. لكن لو بصينا للمنافس الكره الديمقراطيه 3 مباريات سجل 2 فقط، فدي برده نقطه، هم رغم ان هم اقوى خطوط الكره الديمقراطيه وخط الهجوم لكنهم سجلوا 2 فقط في 3 ماتشات، يمكن مع زامبيا هدف واحد، مع المغرب سجلوا هدف وهدروا ركلة الجزاء، ومع تنزانيا هي الفريق اضعف فريق في المجموعه لم يسجلوا اي اهداف واكتفوا بالتعادل السلبي 0-0. فربما منتخب الكونغو الديمقراطيه رغم ان هو عنده امكانيات هجوميه كبيره جدا جدا ولاعيبه الهجوم هم اخطر خط في هذا الفريق، لكنه فريق متماسك دفاعيا، استقبل 2 فقط في 3 مباريات، لكنه على الجانب الاخر لم يسجل سوى 2. فاعتقد ان شاء الله النهارده منتخب مصر يكون فيه تصحيح لهذه الاخطاء ونتجنب اللي حصل في المباريات السابقه، رغم نقص الصفوف لكن ان شاء الله منتخب مصر قادر انه يتخطى عقبه تكون ديمقراطيه ان شاء الله. طبعا يعني اللاعب اللي ممكن يصنع فرق اللعيبه كتيره جدا جدا النهارده مهمين، يعني لو اتكلمنا على الصعيد الدفاعي اعتقد ان مروان عطيه في لاعب خط الوسط هيكون له دور كبير جدا جدا، يعني في طبعا قطع الكرات ومنع الخطوره مبكرا او منع لعيبه كره ديمقراطيه ان هم يشكلوا خطوره بشكل مبكر كده من خط النص قبل ما يوصلوا لمناطق الدفاعيه لمنتخب مصر، ده على الصعيد الدفاعي. على الصعيد الهجومي يمكن ناس كتيره جدا جدا ممكن طبعا تتوقع او تقول مصطفى محمد ماشي بشكل كويس جدا جدا، سجل 3 أهداف في كل مباراه بيسجل هدف، عندنا كمان عمر مرموش ان شاء الله في حال مشاركته لاعب في غايه الاهميه، والبديل الذهبي محمود تريزيجيه اعتقد اثبت ان هو ليه دور كبير جدا جدا منتخب مصر، وانا عارف طبعا البعض يقول تريزيجيه متالق ليه ما يبداش اساسي، لا بالعكس انا شايف مدام تريزيجيه ماشي بشكل كويس ليه لا ما يكونش ورقه رابحه وينزل زي ما كل مره بينزل في الشوط الثاني، وبيغير من شكل اداء منتخب مصر الى الاداء الافضل، وبالتالي مهم جدا يكون معايا على مقعد البدلاء لعيبه تغير اداء الفريق او شكل الفريق، واعتقد ان تريزيجيه واحد من اللاعبين المهمين في مباراه النهارده، لكن لو في رهان على لاعب ممكن يكون مفاجاه النهارده ويعمل اداء قوي جدا جدا اعتقد محمد النني، بعد ما كان في انتقادات واسعه ضده خلال الفتره الاخيره النني ربما يشارك مكان امام عاشور، واتوقع ان هو يؤدي مباراه تكتيكيه كبيره جدا جدا، ولو شارك النني اساسي النهارده هيكون له دور كبير جدا جدا على صعيد التوازن الدفاعي والهجومي والسيطره على وسط الملعب، النني يمكن من اللعيبه اللي هي محترفين ومش واخدين حقهم قوي او الانتقادات دايما بتذكر مع النني مفيش اشاده بيه بشكل كبير، لكن اعتقد النهارده النني ربما يكون عامل فرق كبير ويكون مفاجاه اللقاء على الصعيد التوازن ما بين الدفاع والهجوم وربط الخطوط ببعضها في حال ان هو يلعب مكان امام عاشور، وده المكان الخاص بمحمد النني. يمكن النني اتظلم شويه ان هو لعب في مركز الوسط المدافع، لا هو بيلعب في مركز الوسط اللي هو بيسموه بوكس تو بوكس او من صندوق لصندوق، اعتقد لو لعب في المكان المميز فيه هنشوف اداء مميز ومختلف من محمد النني. بنتمنى طبعا ده، لكن في اطار حديثنا كمان عن المنتخب المصري لكره القدم امبارح طبعا الحقيقه منتخب مصر لكره اليد قدر انه يفرح ملايين المصريين بفوز ببطوله افريقيا للمره 9 في تاريخه وللمره الثالثه كمان على التوالي، اكيد طبعا خبر سعيد اسعد كل المصريين واللي بيتمنوا طبعا منتخب كره القدم يفرحهم النهارده. برضو تعليق حضرتك ايه على البطوله دي لمنتخب اليد؟ بالنسبه لمنتخب كره اليد اعتقد يستحق اشاده كبيره، يمكن الناس كلها دايما بتفتكر منتخب القدم لما خد افريقيا 3 مرات 2006 2008 2010 ولحد دلوقتي متغنى بيها، منتخب اليد بيكرر هذا الانجاز ويفوز ببطوله افريقيا 3 مرات ورا بعض، والمره 9 خلاص بقينا لقب واحد والمتساوى مع المنتخب التونسي الشقيق صاحب الاكثر تتويجا في كره اليد الافريقيه ب10 ألقاب، منتخب مصر حاليا 9 ألقاب منهم 3 على التوالي، ان شاء الله بعد عامين من دلوقتي نحتفل كمان باللقب العاشر والرابع على التوالي. منتخب مصر بيوصل للاولمبياد يعني انجاز كبير جدا جدا بعد فوز ببطوله افريقيا، لان طبعا بطل افريقيا في كره اليد هو اللي بيتاهل للاولمبياد بشكل مباشر، منتخب مصر بيتاهل للاولمبياد للمره 3 على التوالي، انجاز عظيم جدا جدا جدا، يمكن المره الثامنه
في التاريخ كمان، يعني رقم كبير، رقم عظيم جدا لمنتخب مصر في المشاركات الاولمبيه خلال السنوات الاخيره. يمكن المنتخب المصري تحديدا بطوله افريقيا بالنسبه له، مش عايز اقول انها نزهه، ولكن اللاعبين واضح ان في فرق كبير بين مستوى لعيبه منتخب مصر وباقي القاره الافريقيه في الوقت الحالي. منتخب مصر حاليا هدفه التتويج العالمي، الصعود على منصات التتويج العالميه ان شاء الله البدايه في اولمبياد باريس الصيف المقبل. يمكن احنا الاولمبياد اللي فاتت في طوكيو اكتفينا بالمركز الرابع واقتحمنا المربع الذهبي في ظهور نادر لاي فريق غير اوروبي في المربع الذهبي. يمكن في تاريخ الاولمبياد كلها فريق واحد كان دخل المربع الذهبي، ومنتخب كوريا الجنوبيه في اولمبياد سيول 1988. من وقتها لحد النهارده او لحد اولمبياد طوكيو ما فيش ولا فريق من بره اوروبا دخل المربع الذهبي الا المنتخب المصري. اعتقد هدفنا الكبير المره دي الدخول مره اخرى المربع الذهبي في اولمبياد، والمنافسه على ميداليه اولمبيه هتكون ميداليه تاريخيه لانها هتكون اول ميداليه في تاريخ مصر اولمبيه في الالعاب الجمعيه. ان شاء الله هذا المنتخب يستحق كل خير، لعيبه يعني معده بشكل كبير جدا جدا، لعيبه محترفين على اعلى مستوى في اعداد واهتمام بهذا المنتخب، وان شاء الله يكونوا عند حسن الظن. وبعد ما حسمنا افريقيا نخش على التارجت الجديد او الهدف الجديد، وهو ان شاء الله الحصول على ميداليه اولمبيه ثم المنافسه على ميداليه عالميه بعد عام من دلوقتي لما ينظم كاس العالم ان شاء الله السنه المقبله او العام المقبل في ثلاث دول اوروبيه. انجاز كبير طبعا لمنتخب اليد، ويكون بشرى كمان، ويكون يعني تحافز للمنتخب المصري لكره القدم ايضا لتحقيق هذه البطوله ايضا على ارض افريقيا. شكرا جزيلا لك دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي، كنت معنا في صباح جديد، شكرا لك. صباح جديد مستمر، ابقوا معنا. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. صباح يا حلو يسعد مكان بتنزلو لما النسيم بيزورنا عنك يا ولف بنسأله. Pour moi c'est le plus beau des jours sous le ciel bleu de Napoli. Je crois bien qu'il m'accompagnera, que jamais il ne me quittera, il sera mon meilleur ami. Il حلوه دي قامت تعجن في البدريه وديك بيدن كوكوكو حقيقي. منذ انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب واحنا بنهتم يكون معنا دايما ضيف مميز من ضيوف المعرض، النهارده هيكون ضيفنا الروائي والمترجم الهولندي ياب روبن اللي ليه العديد من الأعمال الأدبية اللي بتحكي عن حياة ذوي الهمم وعلاقة الأسرة ببعضها البعض، وهي سمات دايما بتميز كتابته الشعرية. أي يعني أعمال ياب حققت نجاحات عالمية كبيرة وتم ترجمتها ل 15 لغة منها طبعا العربية، خاصة عمله نصف أخ ونصف ديناصور، وهي الرواية اللي كانت ضمن قوائم جائزة البوكر الدولية، كما تحولت بعض أعماله لأفلام ومسرحيات بهولندا وبأوروبا. We'll be right back.
ويسعدنا ان ينضم الينا من استوديو القاهره الكاتب الهولندي ياب روبن. صباح جديد سيد ياب، ومساعده طبعا بتواجدك معنا في القاهره ومشاركتك في هذه الدوره، الدوره 55 من معرض القاهره الدولي للكتاب. ولكن خليني ابدا معاك ببداياتك عن الروايات والشعر، وقلت ان هي بداتها تقريبا في سن صغير واثرت على اعمالك، وبداتها بكتابه شعر لا يفهم، وده كان مفهومك عن الشعر وقتها. نعم، عندما كنت في 16 من عمري بدأت بالكتابة بالشعر، لأن الشعر ساعدني أن أفهم الحياة. هي نوع من الكتابة غير مباشر، ولكنه يحوم حول موضوع أو شعور ليقترب من هذا الشعور، لا يلمسه ولكن يحوم حوله، وهذا ما أعجبني في كتابة الشعر ومذاق هذا النوع من الكتابة. ساعدني كثيرا في الكتابة أن أجد لغتي في الكتابة لأصبح كاتبا للروايات. نعم سيد أبي، يعني لو تحدثنا عن عملك المهم نصف أخ ونصف ديناصور الذي ذكرناه، وهو الترجمة العربية للرواية سامر براذر، يعني هي تحمل الكثير من المعاني والرسائل في حياة ذوي الهمم. كيف استطعت أن تصف هذه الحياة بتفاصيلها، وكيف استطعت أن تعبر عنهم بهذه الطريقة؟ هذا سؤال رائع. عندما كنت طفلا والدي عمل في مؤسسة مع أشخاص ذوي الهمم، وكنت أذهب معهم لعملهم، أخذوني معهم، والناس الذين كانوا يعيشون هناك كانوا أكبر مني 40-50-60 عاما، كانوا يشبهون جدتي، كانوا أرادوا أن يأخذوني لمشاهدة المكان. وكنت في الرابعة من عمري وهم في عمر 50، ولكننا كنا نشبه بعضنا، كنت أتفقد غرفتهم والمكان الذين يعيشون فيه. So I could help them. فاستطعت مساعدتهم. عندما كنت في الرابعة من عمري لم أكن مدركا أني سأكتب عن هذا، ولكن عندما كبرت قليلا اكتشفت أن الأشخاص ذوي الهمم لم أراهم في أي مكان آخر، لا في حمام السباحة أو السوبر ماركت. كنت فقط أراهم في ذلك المكان، مكان مجتمع مغلق، وبعضهم لم يتمكنوا من التحدث، كان لديهم نوع من الإعاقة الجسدية، لا يستطيعون التعبير عن نفسهم باللغة. هناك العديد من الوسائل للتواصل بالنظر باللمس، فاكتشفت أن هناك عدة طرق للتواصل، وهذا كان أمر مثير للاهتمام، لأنه عندما لا نستخدم الكلمات في التحدث فاللغة والتحدث ليست الوسيلة الوحيدة للتواصل. يمكننا التواصل بطريقة أفضل فقط عن طريق النظر، وهذا ما كتبت عنه في الكتاب. أخوين في عمر مختلف، أحدهم غير قادر على التعبير باللغة، وأردت إيجاد إذا ما كان بإمكاني كتابة هذا الكتاب عن شخص لا يمكنه استخدام اللغة أو الكلمات، وكيف سيتواصلون مع بعضهم وأن يكون بينهم هذا الحب بين الإخوة. من خلال متابعتك لردود الفعل وتواجدك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إزاي استقبل الجمهور هذه الرواية بالتحديد؟ وزي ما أنت تكلمت، أنت بتتكلم عن واقع صعب بيعيشه كثير من ذوي الهمم، إزاي ممكن فعلا للأدب أن يغير من هذا الواقع الصعب والمؤلم؟
I'm not sure if literature can really change something, but what I hope is that إمكانية الأدب في تغيير هذا، ولكن أأمل في هذا. الناس غير معتادون على النظر إلى الأشخاص ذوي الهمم. Or they ignore it to look at it. And what I wanted to do in my book is to describe it so clearly and so detailed that you kind of get used to look at other people and how they look like, and how they have a disability, physical disability or mental disability. So let us get more close to each other. حتى نقترب بشكل أكثر منهم، وأعتقد أن الكتاب سيكون جسرا نحو تقبل بعضنا البعض، to see the other person in a better and more clear way. أولئك الأشخاص بشكل أوضح وأفضل. نعم، بعض أعمالك تحولت لأفلام ومسرحيات، ما هي العلاقة التي تراها بين الأدب والسينما، وهل تستطيع السينما إيصال الغاية ولا الهدف من الرواية بتفاصيلها؟ I really like to read, so I prefer أفضل الكتب. But what is very special about seeing a film made out of your book is to see what the فيلم من الكتاب هو رؤية نظر المخرج وكيف يرى الكتاب وما قرأته أو كتبته في كتابي. عملت 3 سنين على الكتاب، ولكن عندما أراه في السينما هذا يكون أمر جميل ورائع للغاية. الكتاب به عديد الصور وعديد التفاصيل التي يمكن وصفها، بعض الحوارات، ولكن كل شيء يحدث في المخ هو يعتبر فيلم في أذهاننا. عندما نراه في السينما تكون مثل موجة تجتاحك، وهذا الفيلم تراه في 2 ساعات، ولكن الكتاب يمكن قراءته في 12 ساعة. والكتاب يكون أكثر بشكل أكثر شخصي. طيب، يعني احنا واحنا بنتحدث مع حضرتك سيد ياب، يعني نشاهد لقطات من عمل درامي من لرواية تحولت لهذا العمل الدرامي، رواية من رواياتك، ولكن خليني برضو اتكلم عن كتبك وجائزتين للكتب الاكثر مبيعا، وايضا وصلت لقائمة جائزة البوكر الدولية. هل شايف ان ده هو النجاح الحقيقي لاي كاتب وروائي ان يصل هذه الجائزة؟ Well, I would wish success for every author because أتمنى بالنجاح لكل الكتاب، لأن الكتابة شيء تفعله بمفردك، تقضي عواما مع الأفكار، مع أفكارك خلف شاشة الكمبيوتر. وأتمنى النجاح لكل الكتاب. النجاح بالنسبة لي هو أن أصل للقراء والناس الذين يودون سماع هذه القصة، أود إخبارهم تلك القصة. هذا هو الأمر الاستثنائي بالنسبة لي، فهذا يعطيني القوة والإلهام، دعم الناس يجعلني أستمر في كتابة قصصي، وهو شعور خاص ومميز. تم ترجمة أعمالك سيد أب إلى 15 لغة ومنها العربية، يعني ما هي أهمية الترجمة بالنسبة لرواياتك، وهل الأدب لغة موحدة؟ سؤال جميل. الترجمة شيء مهم للغاية. في هذه اللحظة لم نكن سنتحدث دون وجود الترجمة، فالمترجمون يبنون جسورا بين الناس. وما أراه أنني أقضي بعض الأيام الآن في القاهرة، وما أراه هو أنه عندما لا نفهم بعضنا الآخر، لا نثق في بعضنا البعض، لأننا نبدأ في التفكير فيما يعنيه الشخص الآخر. ربما تكون نيته طيبة، ولكن لا نفهمه لأننا لا نسمعه أو لا نفهمه. فالمترجمون هم صناع للسلام في وجهة نظري. هم يبنون الجسور بين شخصين، بين قلبين، بين عقلين.
وبسبب المترجمين نفهم بعضنا البعض، وبسببهم كتبي تسافر ل 15 لغة ولدول أخرى، وهذا أمر استثنائي. أن نرى قمت بزيارة المعرض، الناس يفهمون الكتاب الذي قرأته بلغتي ويمكنهم قراءتهم بلغتهم أيضا، فهو أمر مهم للغاية. وفي العالم الذي نعيش فيه الآن نحتاج إلى مزيد من المترجمين حتى نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل. طبعا يعني معرض الكتاب هو مكان لتجمع الثقافات، ونحن سعيدين جدا بوجودك بمعرض الكتاب وعلى شاشة القاهرة الإخبارية، ونتمنى وجودك معنا دائما ومرة أخرى. يعني نشكرك شكرا جزيلا الروائي والمترجم يابي روبن على وجودك معنا، ونتمنى لك كل التوفيق في رحلتك الأدبية. نكون طبعا سعداء لتواجد ضيف مميز زي هذا الكاتب الهولندي معنا في هذه الفقرة. وزي ما انت قلت يا شيرين، دايما معرض القاهرة الدولي بيكون ملتقى لمختلف الثقافات، وهذه الدورة بالتحديد هي دورة مميزة جدا، عليها نسبة إقبال عالية جدا كمان من الجمهور المصري. صحيح، يعني وجوده مهم وجميل، وخاصة انه رواياته ترجمت للعربية، وبيقابل بمعرض الكتاب الجمهور العربي ورسائل الأدبية اللي بنقرأها بكتابته كمان مهمة جدا. وهذه كانت آخر فقرات صباح جديد لليوم، نشكركم لحسن المتابعة. بكرة بإذن الله فقرة وحلقة جديدة دائما على شاشة القاهرة الإخبارية. إلى اللقاء.